هل يشكل ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت مشكلة أم هو حل لمشكلة المستوعبات التي باتت تبحث عن مساحة إضافية لاستيعابها؟ الاعتراض على المشروع بدأ مع كل النقابات التي رفعت تقريرا إلى وزير الأشغال احتجاجا على القرار، لكن ما لبث الاعتراض أن أصبح مختزلا بعدد ضئيل من بعض الوكلاء. عم بيفكروا يتمروا الحوض لا يعملوا سيحة للكنتينرز. بهالضربة هيدي بيأذوا كل العاملين بهالأحواض، وخاصة الحوض الرابع لأنه حوض أساسي. نحن حاليا عنا صعوبة باستيعاب البواخر بالوقت الحاضر، فكيف تمر الحوض؟ إدارة المرفأ توضح في المقابل أن المشروع ليس ردم الحوض، إنما إنشاء محطة متعددة الاستعمالات. وبرجع بأكد على يعني قدامك وعبر محطة الام تي في أنه نحن مش مستغنين هالبضاعة، ونحن مش بعتينا محل، لا بل نحن عم نحسن طريقة عملنا وعم نحسن الأداء بمرفأ بيروت لحتى نستقبلهم بطريقة أحسن ونستقبل أكثر منهم كمان. إلا أن المعترضين يروون أنه منذ عام وسعت إدارة المرفأ الرصيف 16 لاستيعاب العدد الأكبر من المستوعبات، وتبين أنها لم تحتاج هذه المساحة. هو بالطبع محطة المستوعبات بتفوت بحدود 40,000 كونتينر بالشهر، إنما نحن عم نحكي على البضايع جنرال كارغو اللي هي البضايع اللي ما بتجي بالكونتينرز، اللي هي بتشكل نسبة كبيرة من حركة المينا، بواخر الحديد، بواخر القمح، بواخر المواشي، بواخر السيارات الكبيرة، كلهم هدول ما بيقدروا يلبسوا إلا بهالحوض هيدا وعلى الأرصفة هدول. اليوم ما مش ممكن نحن نجي نخرب بيوت العالم واقتصاد العالم تنطمر حوض تنعمل سيحة للكونتينرز. إدارة المرفأ تشير إلى أنها تتبع حركة الشحن العالمية، وأن المشروع سيؤمن 150,000 متر مربع لتخزين البضائع ورصيف بطول 500 متر، فيما الخسارة تقتصر على رصيف بطول 300 متر فقط. زاد عدد الحاويات المتداول عبر مرفأ بيروت من 200,000 حاوية سنة 2002 لمليون و200,000 حاوية سنة هلا 2014، حنسكر مليون و200,000 حاوية. بينما شغل البضائع العامة بال 2002 كان 1,800,000 طن، و 2014 حنسكر تقريبا 2,000,000 طن. ما في خوف على لقمة عيش حدا من يلي بيستهلك من مرفأ بيروت. اليوم برجع بأكد البضائع يلي كانت عم تجي على مرفأ بيروت حتضلها تجي على مرفأ بيروت، بس حنصير نتعامل معها بطريقة أحسن. المشروع إذا بدأ اليوم ينتهي بعد 3 سنوات، وبحسب إدارة المرفأ فإن منافع هذا المشروع ستطال أيضا ملف استخراج النفط والغاز لناحية إيجاد مساحات أكبر على المرفأ لهذا القطاع، وبالتالي للحسم بين المعترضين على هذا المشروع والمنافع التي تتحدث عنها الإدارة، فإن الغد لناظره قريب. من مرفأ بيروت، برنا نعم شديد، MTV.